معانا كريم، طبعا كريم مراسلنا كريم احمد من الكونغو، هيعرفنا اكتر على هذه التفاصيل من حيث طبعا استعدادات فرقتنا، من حيث التواجد الجماهيري، كل ده هنعرفه من خلال طبعا زميلنا كريم احمد. بنرحب بيك يا كريم. برحب بيك طبعا كابتننا كابتن هاني رمزي، واكيد يا رب ان شاء الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي. خلاص يا كابتن هاني، انتهت بقى التحضيرات ولا الاستعدادات الفنيه بالنسبه لبيتسو موسيماني والنادي الاهلي؟ يترك بقى الامر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في المستطيل الاخضر، وتوفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا بكره في هذه المباراه الغايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي. لكن زي ما انت اكدت يا كابتن هاني طبعا، وايضا كمان زميلك سام، بالتحدي الكبير وبالجديه الكبير لعيبه النادي الاهلي، وكل الامور اللي احنا بنسمعها وبنشوفها من تصريحات سواء لرئيس النادي طبعا، وايضا كمان كل الناس اللي بتتكلم هنا، كل الامور دي هتكون دوافع كبيره جدا ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تترجم في 90 دقيقه. زي ما بنقول 90 دقيقه تحدي كبير، 90 دقيقه من نار ان شاء الله يكون 11 راجل في الملعب. ده النداء والتحفيز الكبير اللي بيقوله جمهور النادي الاهلي لكل اللعيبه. المباريات دي حاسمه جدا للاعبين ان شاء الله باذن الله، ثقتنا كبيره في كل اللعيبه، التركيز كبير جدا يا كابتن هاني. زميلتي سهام هتشوف تصريحات الشناوي في المؤتمر الصحفي وهدوءه الكبير وحديثه عن قيمه النادي الاهلي، وايضا كمان التحدي الكبير هتعرف مدى تركيز جميع لاعبي النادي الاهلي. شناوي كابتن فريق النادي الاهلي كلم مع اللاعبين بشكل كبير جدا عن اهميه هذه المباراه، الكل بيتكلم، عارف ان المباراه صعبه وعارف ان التوقيت هيكون صعب، الحراره والجو اتكلمنا عليها اكتر من مره والترتين، لكن خلاص الامور دي انتهت تماما. خلاص حتى بيتسو موسيماني يمكن اكد على هذا الامر، قال لي يوجد اعذار في هذه المباراه، ممكن يكون بيحمل شويه لعيبه النادي الاهلي، عايزهم يطلعوا كل اللي عندهم في هذه المباراه، لكن اكيد في ظروف استثنائيه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، سواء حضور جماهيري، سواء ارضيه ملعب، سواء ايضا كمان الرطوبه العاليه. لكن الشيء اللي يمكن النهارده لفت نظرنا شويه، يعني في تقلب في الجو يا كابتن هاني، يمكن الايام اللي فاتت كان درجه الرطوبه عاليه جدا وايضا كمان الشمس قارسه جدا، لكن النهارده في توقيت المباراه الجو كان طيب بالنسبه للساعه 2 ظهرا. بنتمنى وبندعي من ربنا سبحانه وتعالى يكون المناخ نفس اللي احنا شفناه النهارده في تدريب النادي الاهلي. النهارده عايز اقول لك على اليوم النهارده كان ماشي ازاي، وايضا كمان نطمن كل جماهير النادي الاهلي على عدد من اللاعبين، الكل عايز يطمن عليهم. النهارده يمكن كان صباحا زي ما قلنا 10 صباحا مؤتمر صحفي بحضور بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي. في الجانب الاخر كان متواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز اداري فريق النادي الاهلي لحضور الاجتماع الفني. النادي الاهلي يمكن كل الامور بقى الخاصه في الاجتماع الفني باتباع الاجراءات الاحترازيه، وصول الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف، ارتداء النادي الاهلي زيه التقليدي. الجانب الاخر ايضا كمان فيتا كلوب هيرتدي الزي الرسمي له. كل الامور دي يمكن معتاد عليها النادي الاهلي من وصول من كل الامور دي، وخلاص تم حسمها. الجمهور هيكون متواجد يا كابتن هاني 3000، ده المصرح ليه، لكن يمكن قلنا مع حضرتك امبارح وايضا مع زميلتي سام ان العدد هيكون اكبر من كده. ده الاتجاه الواضح هنا من خلال اسئلتنا ومن خلال مقابلاتنا لبعض الصحفيين هنا في الكونغو، في عدد هيكون متواجد من الجمهور، لكن خلاص مهما كان العدد المتواجد اللعيبه لابد ان هي تركز في المستطيل الاخضر وفي 90 دقيقه فقط لغير. جمهورنا لو متواجد ويمكن بيسمح لجمهور النادي الاهلي يكون متواجد سواء في استاد القاهره او استاد السلام، الامور هتكون مختلفه، مع احترامنا طبعا لكل المنافسين سواء فريق عربي او ايضا كمان فريق افريقي، فاهم، عارفين قيمه النادي الاهلي الكبيره وقيمه جمهوره الكبير، لكن الجمهور بيوصل الرسائل بطريقه غير مباشره اكيد مع لعيبه النادي الاهلي، يعني مفيش طبعا حد هيكلم لعيب يعني لعيب يحفزه، لكن الرسائل بتوصل للعيبه، اللعيبه بتتابع، اللعيبه مركزه بشكل كبير. لكن انت عارف يا كابتن هاني لعيبه النادي الاهلي بتحس بجمهورها، جمهور النادي الاهلي مختلف بشكل كبير جدا، وده اللي بنراهن عليه ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي يكون عندها هدف هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. ارجع معاكم لتدريب فريق النادي الاهلي واطمنكم على 4 لاعبين، ونطمن كل جماهير النادي الاهلي عليهم اللي ان شاء الله يكونوا موفقين غدا في مباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي على ملعب الشهداء في 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا. طاهر محمد طاهر، عمرو السليه، محمد هاني، ايمن اشرف، الرباعي جاهز بكل قوته يا كابتن هاني لهذه المباراه. النهارده ادوا تدريب مميز جدا في التصويب، في الشوتنج على المرمى، التقسيمه كانت قويه ورائعه جدا لبيتسو موسيماني. الراجل بيحفظ طبعا بعض الجمل التكتيكيه وبيحاول ان هو يغلق المساحات، بيتكلم على بعض الثغرات ونقاط القوه والضعف في فيتا كلوب الكونغولي، لكن الحماس كان كبير جدا النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. هاني طمنا عليه خلاص وشاركه باذن الله يكون ليه دور كبير جدا في مباراه الغد. عمرو السولاي ايضا نفس الشيء، ايضا كمان طاهر محمد طاهر ممكن يكون متواجد في التشكيل الاساسي وعلى دكه البدلاء، بس جاهز يا كابتن هاني لهذه المباراه. ايضا كمان يمكن احنا عندنا ازمه بعيده عن المباراه شويه، انت عندك ازمه فار كمان يا كابتن هاني، مفيش فار في هذه المباراه، بطولة فيها أجزاء فيها فار في المجموعات وأجزاء تانية ما فيهاش، فده أمر أيضا كمان بيزود بعض الصعوبة. الحكم مش حابين نتكلم عليه ليه، يعني صولات وجولات مع النادي الأهلي خلال البطولة الماضية وما قبلها، لكن كل الأمور دي مش أعذار، كل الأمور دي لعيبة النادي الأهلي فاصلة تماما عن هذا الأمر، محدش بيتابع سوشيال ميديا، محدش بيتابع أخبار،
الامور خلاص انتهت للعيبه النادي الاهلي باقدام اللاعبين وبشخصيه النادي الاهلي وبروح الفانيله الحمراء اللي مران عليها ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون على قدر المسؤوليه في مباراه الغد. غدا اليوم هيبدا صباحا ب 11 صباحا هي وجبه فطار وغدا زي ما قلنا قبل كده للنادي الاهلي، 11 ونص محاضره فنيه اخيره في فندق الاقامه، 12 ظهرا يتوجه حافله النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي بالكامل الى ملعب الشهداء. يا رب ان شاء الله يا كابتن هاني كل الظروف وكل المناخ وكل الامور ودعوات مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله تنعكس على اللاعبين يوصل لهم الاحساس ده وان شاء الله باذن الله النتيجه تكون من نصيب النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن هاني، معاك يا زميلتي سام لو فيها استفسارات. لا انا بس عايزه اتكلم عن فكره التدريب النهارده اخر يوم على النجيل الصناعي. لو كلمت انت اكيد بتتكلم مع اللعيبه كريم، فطمنا النهارده الكلام كان ايه؟ انت كمان بعينيك شفت فكره تدريبهم على ترتان النهارده كان عامل ازاي؟ يعني نقدر نقول مع اليوم الثاني الانطباع احسن شويه، خلاص بقى يمكن اللعيبه خلاص عرفت ايه اللي في الملعب لو في اي حاجات بسيطه في الملعب، لكن خلاص اللعيبه خدت انطباع على هذا الملعب لحساب المباراه الغد. النهارده كمان الجو كان طيب فما كانش فيه الصهد الجامد جدا في تدريب الامس، يمكن احنا عارفين الترتان وقلنا اكتر ممر ترتان بيبقى فيه صهد مع الرطوبه مع الحر فبيبقى ليه تاثير على لعيبه النادي الاهلي، لكن النهارده الحقيقه التدريب كان قوي جدا رغم ان الجو كان مقبول لكن كان برده ايضا في رطوبه عاليه، الرطوبه يمكن صباحا وغدا وده الامر اللي بنتمنى يعني ما يبقاش موجود، الرطوبه كانت صباحا وهتبقى بكره 89%، ف 89% رطوبه ده امر يعني ربنا يكون في عون لعيبه النادي الاهلي، احنا خارج الملعب ما بنتدربش والامر بيكون صعب علينا، ما بالك لعيبه النادي الاهلي طبعا في الملعب في 90 دقيقه مع ضغط نفسي كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في كل اللعيبه، بيتسو موسيماني يكون موفق ان شاء الله غدا في اختيار التشكيله الامثل ليخوض به هذه المباراه، الكل حاضر يا كابتن هاني زميلتي سهام، الكل خلاص انهى كل الاستعدادات، يبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله اللي بنعمل يكون مع لعيبه النادي الاهلي في مباراه الغد. كريم طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على التغطيه الرائعه ديت، رساله بس صغيره هنا من البيت الكبير ان شاء الله توصلها للاعبتنا وعلى المستوى الشخصي يعني كواحد من ابناء النادي الاهلي قول لهم كل التحديات اللي قدامكم ديت من تصريحات من اجواء من ترتان كل ده ارجوكم حولوها لطاقه ايجابيه وتحدي جديد لان انتوا لعيبه كبيره بنثق في قدراتكم خبراتكم الكبيره على المستوى القاري على المستوى كمان الدولي على المستوى المحلي بتاهلكم ان انتوا ان شاء الله تكونوا على حسن يعني الظن بيكم، كل التوفيق تحياتنا ليك يا كريم وتحياتنا لفرقتنا ودعواتنا بالتوفيق وبنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله بقى نتواصل معاك بكره باذن الله يعني بعد فوز النادي الاهلي باذن الله بثلاث نقاط مهمه. شكرا كريم احمد من الكونغو، تحياتي ليك وتحياتي للفرقه.